فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فهذه القصة فيها عبرة أنه لا يجوز الاحتيال على كتاب الله وسنة رسول الله بالتأويلات أو بالتحريفات كما يفعله أهل الضلال الآن وأهل الزيغ والتحريف، يريدون التخلص من الكتاب والسنة والتملص منهما بتأويلات باطلة وآراء فاسدة وخلافات ضالة واحتجاج بقال فلان وقال فلان. نحن لم نتعبد بأقوال العلماء، إنما تعبدنا بالكتاب والسنة، وما وافقها من أقوال العلماء قبلناه وما خالفها رددناه. وهم يقولون هذا، الأئمة يقولون هذا. يقول الإمام الشافعي: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. الإمام أحمد يقول رحمه الله: عجبت من قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. ومن هو سفيان؟ سفيان الثوري الإمام الجليل الفقيه البارع، يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا يجوز الأخذ بقول العالم مهما بلغ من الفضل والعلم والتقى إلا إذا وافق الدليل، وما خالف الدليل فإنه يرد. لكن هؤلاء أصحاب هوى يقولون المسألة فيها خلاف، مدام فيها خلاف حنا في سعة، ولا يدرون أن الخلاف أنه يحكم بالكتاب والسنة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فليس الشأن أن المسألة يوجد فيها خلاف، نعم يوجد فيها خلاف، لكن من الدليل معه من المختلفين؟ يجب علينا أن نأخذ بقول من معه الدليل، وأن نترك قول من خالف الدليل. وهذا في جميع المسائل الخلافية، والخلاف ليس مبررا لمخالفة الدليل وقبول الباطل، ليس مبررا هذا.